مدير إدارة الأراضي والدفاع الوطني يعقدان اجتماع عملي مع السلطات العسكرية بالمنطقة، وذلك بهدف التقييم أنشطة المنسقيات والقيادات العسكرية المكلفة بتنفيذ حالة الطوارئ في مناطق والداي وسلا. مدينة كولمار الفرنسية تشهد فعاليات الصالون الدولي للسفر والسياحة في نسخته 38، والصالون الدولي للسياحة والاقتصاد والتضامن كان ذلك بحضور سفير تشاد لدى فرنسا بجانب المدير العام للهيئة الوطنية لتربية السياحة. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكم العرض الرئيسي لهذا المساء، ننوه بأننا نستضيف اليوم السيد حسن أحمد جمعة، الناطق باسم جمعية أو منصة تشات. أولا مساء الخير سيد حسن. مساء النور سيد. سوف نتحاور معه حول الأنشطة التي سيقوم بها أو ستقوم بها المنصة خلال الأشهر القادمة. وصل عصر اليوم الزوج الرئاسي فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو والسيدة الأولى للبلاد هند دبي إتنو، وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك للمشاركة في أعمال الدورة الثانية لملتقى باريس حول الأمن الذي سينعقد في الفترة من 12 وحتى 13 من نوفمبر الحالي. وكان في مقدمة مستقبلي الزوج الرئاسي بمطار باريس الدولي سفير تشاد لدى فرنسا أمين أبو صديق بجانب عمال السفارة عثمان عبد الغني إدريس. وصل الزوج الرئاسي فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو والسيدة الأولى للبلاد هند دبي إتنو وصلا مدينة باريس العاصمة الفرنسية رفقة وفد رفيع المستوى، وفور نزوله من سلم الطائرة حيث كان في مستقبلي رئيس الجمهورية السفير التشادي لدى فرنسا سعادة أمين عبد الصديق وبحضور عدد من العاملين بالسفارة. بعيد مراسم الاستقبال، توجه الزوج الرئاسي إلى صالة كبار الزوار بالمطار، علما بأن فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو سيشارك في منتدى باريس للسلام في دورته الثانية من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري. ويهدف المنتدى إلى إعادة تأكيد أهمية تعددية الأطراف والأمن الجماعي من أجل التصدي للتحديات الراهنة وتشجيع التعاون الدولي والأنشطة الجماعية من أجل عالم يأمه السلام والتنمية. وعلى هامش منتدى باريس حول السلام، يقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معدبة أشاء على شرف الرؤساء الأعضاء بدول الساحل، كما تتم مناقشة الأوضاع الأمنية والتنموية والسلام بدول الساحل الخمسة. هذا ونذكر بأن الزوج الرئاسي أثناء وصولهما الفندق استقبلوا من قبل الجالية التشادية المقيمة بباريس. عقد كل من وزير إدارة الأراضي محمد إسماعيل الشايبو والوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني الجنرال محمد أبالي صلاح عقد اجتماعا بمدينة أبش حاضرة ولاية وداي مع السلطات العسكرية بالمنطقة، وذلك بهدف التقييم أنشطة المنسقيات والقيادات العسكرية المكلفة بتنفيذ حالة الطوارئ بولايتي وداي وسلا. محمد حسنات. إن الزيارة المشتركة التي قام بها كل من الوزير المندوب برئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني والأمن العام محمد أبالي صلاح ووزير إدارة الأراضي محمد إسماعيل شايبو إلى ولايتي والداي وسلا، والتي تهدف إلى متابعة وتقييم أنشطة المنسقيات والقيادات المكلفة بتطبيق حالة الطوارئ بالولايتين، سمحت للوزيرين بأخذ لقاء عمل جمع ضباط الصف والوحدات العسكرية بأبشة، وذلك بحضور حاكم ولاية وداي رمضان إردبو، والذي قدم حصيلة عمل المنسقية منذ انطلاقة عملية حالة الطوارئ وإلى يومنا هذا. من جهته الوزير المندوب برئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني محمد أبالي صلاح أشاد بالجهود المنسقية وما قدمته من أعمال ساهمت في إنجاح حالة الطوارئ، مؤكدا بأن الوزارة ستقف بجانب المنسقيات من أجل المضي قدما وتحقيق الغايات المنشودة. وزير إدارة الأراضي محمد إسماعيل شايبو أكد هو الآخر بأن نتائج حالة الطوارئ ستسهم بشكل مباشر في بسط سلطة الدولة والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، بالإضافة إلى تعزيز التعايش السلمي ونبذ الأنف. وفي ذات السياق، فقد التقى الوفد الزائر مع السلطات الإدارية والتقليدية بمدينة غوزبيدا حاضرة ولاية سلا، وبدأت المناسبة بكلمة الشكر والترحيب التي قدمها حاكم الولاية كيدل يونس حامدي. وقد حمل الوزير محمد أبالي صلاح نفس الرسالة إلى الإداريين والشيوخ
السلوك التقليديين وحثهم على مضاعفة الجهود ومواصلة العمل في نفس النمط بغية السماح للمنسقية تنفيذ ما انطلقت أمس بمدينة كولمار الفرنسية فعالية الصالون الدولي للسفر والسياحة في نسخته 38 والصالون الدولي للسياحة والاقتصاد والتضامن. المناسبة كانت بحضور سفير تشاد لدى فرنسا أمين أبا صديق والمدير العام للهيئة الوطنية لترقية السياحة بكر روزي التجيل. أدم حسن المكان. منتزه ومعرض مدينة كولمار الفرنسية الحاضن لحفل الافتتاح الرسمي للمعرض الدولي لسياحة السفر في نسخته 35 الذي اجتمع فيه أيضا المعرض الدولي للسياحة والتضامن الاقتصادي في دورته 11. هذا اللقاء حظيت فيه البلاد ضيافة الامتياز نظير الجهود المبذولة في هذا المجال من قبل الحكومة، وهذا ما عرب عنه عمدة بلدية كولمار جيلبير ماي الذي شكر سلطات البلاد على الجهد المقدم لترقية السياحة والمتمثل في تقديم التسهيلات للسياح من أجل استكشاف تشاد وجمالها، وهذا يدعو إلى ضيافة امتياز وأكثر حتى تحظى الدول الأخرى بمثل هذا الدعم لنهضة السياحة. سفير البلاد لدى جمهورية فرنسا أمين أبا صديق في خطابه بهذه المناسبة حيا عزم وتصميم منسق الهيئة الوطنية لترقية السياحة والحرف اليدوية أبكر روزيتاجيل وتطوعه لإعطاء البلاد فرصة هكذا تشريف بهذا الحدث السياحي الكبير. وبعيد مناسبة الافتتاح الرسمي قام سفير البلاد لدى فرنسا أمين أبا صديق برفقة عمدة كولمار وعدد من الشخصيات الاعتبارية بزيارة إلى المعرض حيث مختلف الأجنحة للدول المشاركة وافتتاحه رسميا جناح تشاد الخاص بهذا المعرض الدولي. هذا وإبان الافتتاح تحدث سفير البلاد لدى فرنسا عن متانة العلاقات التشادية الفرنسية التي وصفها بالتاريخية. كما انتهز أمين أبا صديق سانحة المعرض الدولي ليؤكد للجميع بأن البلاد تعيش في أمن وأمان واستقرار وسلام، طالبا منهم زيارة تشاد شخصيا للوقوف على هذه الحقيقة. شهد اليوم مركز المنى الثقافي مناسبة تقديم حصيلة البعثة التي قام بها أعضاء جمعية شباب بوركو إنالي تيبستي إلى تلك المناطق للوقوف على الأحوال الصحية والتعليمية. أدم حنفي فاضل. بعد انتهاء حملتها التوعوية التي قامت بها جمعية شباب بوركو إنادي تيبستي من أجل محاربة المخاطر الأربعة المتمثلة في كل من أنواع الحمل الغير طبيعية وسوء التغذية ومرض فقدان المناعة الأيدز، حيث جاءت هذه المناسبة التي قدم فيها أعضاء الجمعية حصيلة أعمال البعثة التي شملت كل من مدينة بوركو وزوار وزواركي. في كلمته الترحيبية رئيس جمعية الشباب بوركو إنادي تيبستي من أجل محاربة المخاطر الأربعة وأضاف أن بعثته قد التقت مع العديد من المسؤولين بتلك المناطق المذكورة آنفا، حيث ناقشت معهم مجمل القضايا المتعلقة بتنمية المنطقة خاصة الصحة والتعليم. أمونة علي إحدى أبناء المنطقة قدمت تقريرا مفصلا عن أعمال البعثة، قالت أن البعثة قامت بتوعية أكثر من 500 شخص من النساء والشباب في تلك المناطق التي تحتاج المزيد من التوعية. كما أشارت عضو جمعية الشباب بوركو إنادي تيبستي حبيبة آدم عيسى إلى أهداف البعثة، مشيرة إلى الصعوبات التي واجهتهم أثناء العمل المتمثلة في كل من وعرة الطرق التي تحول بينهم من مناطق إلى أخرى. أغلب الصعوبات كانت بالنسبة لنا كانت الطريق فقط، وكذلك بعد ما دخلنا المستشفيات وأثناء يعني توجيه رسالتنا كانت في نقص شديد في المستشفيات، يعني هذا أكثر الصعوبات اللي نحن واجهناها في فترة زيارتنا. هدفنا نحن كان إنه المنطقة كانت بعيدة جدا، ويعني السكان ما كانوا واعين بأمر اللي نحن كنا نوصله وما كانوا فاهمين السبب اللي نحن جايين عشانه، ونحن وصلنا هناك على أساس نوصلوا رسالتنا ونخبرهم بشيء وتوعية حول مرض نقص المناعة وكذلك كيفية رعاية المرأة في فترة الحمل. وفي نهاية المناسبة قد منحت الجمعية شهادات تقديرية لأعضائها الذين شاركوا في أعمال البعثة. دينيا احتفلت كل من زاوية الشيخ الخليفة علي حسن الكنمي ومندوبية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بدائرة 8 بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله الجابر. عليك الصلاة تبقى من الله كما شاء كثرة وتشاء. حبا وتشوقا منهم لنبي الرحمة المهدى
اجتمع عدد كبير من المسلمون احتفاء بذكرى مولد خير البرية محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين، حيث نظمت كل من زاوية الشيخ علي حسن عبد الله الكانمي وكذا مندوب المجلس العالي للشؤون الإسلامية ببلدية الدائرة الثامنة محمد دقاش أحمد مناسبة عطرتها مدائح نبوية تصف شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه الحميدة من أجل غرسها في نفوس محبيه وأتباع سنته. هذا وخلال المناسبة بزاوية الشيخ علي حسن الكانمي، فقد تناول ناصية الحديث رضا محمد علي ممثلا لرئيس الأزهر الشريف بالبلاد مسردا خلالها فضائل الأعمال التي قام بها عليه الصلاة والسلام. أما إمام الزاوية الشيخ الخليفة الجوني محمد ياسين علي حسن الكانمي فقد دعا الجميع إلى أتباع سنة خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. تعيش أمتنا هذه الذكرى وهي في ظاهرها، ولكنها تحمل في تياتها الخير الكثير لمستقبل الإسلام والمسلمين. إذا أردنا النهوض بأنفسنا وبهذه الأمة علينا أن نتبع سنة رسولنا في الأقوال والأفعال وأن نحيي ذكرى مولده بمعرفة ما له من حقوق علينا ونطبقه كما أراد الله بنا. وخلال المناسبة التي نظمها مندوب المجلس العالي للشؤون الإسلامية بالدائرة الثامنة محمد دقاش أحمد والتي شهدت تقديم مدائح نبوية معبرة عن حب النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قدم المندوب شكره إلى الحضور بهذه المناسبة مهنئا في الوقت نفسه رئيس المجلس العالي للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى الذي منح بوسام من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وعقب ذلك قدم خطاب من قبل رئيس الأزهر الشريف رزق سعد تناول فيها أهمية الاحتفال بذكرى المولد النبوي وشمائل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ولتختم المناسبتين بالعديد من القصائد والمدائح النبوية تبعها رفع كف التضرع إلى الله لأن ينعم البلاد بالأمن والاستقرار. أيضا احتفلت مساء أمس زاوية الشيخ أبو بكر جمعة بمدينة المساجد بحرز البيار بذكرى المولد النبي الشريف، وكان ذلك بحضور عدد من المسؤولين الإداريين وجمع غفير من المسلمين بجانب عمدة مدينة المساجد. محمد صالح الحسين. يا سنا وسنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هكذا اجتمع المسلمون بزاوية الشيخ أبو بكر جمعة في وسط مدينة المساجد احتفاء بذكرى ميلاد المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام، حفل حضره عدد كبير من الأئمة والمشايخ وحفظة كتاب الله وجمع غفير من المسلمين، حيث تقلل الاحتفال مدائح نبوية تبين شمائل الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. وقلت لا إله إلا الله محمد أرسله صفى لي وقتي والحبيب يخصص وإني مابوب لطه مخصص. وافتتح المناسبة ممثل شيخ الزاوية الجوني جدة والذي أشار إلى أن المسلمين في تشاد من أتباع خير خلق الله. فنحن هذا البلاد بلاد القرآن بلاد السنة بلاد الذين يمدحون رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له أحباب، إن كان له أحباب أهل تشاد أنتم أحباب رسول الله. رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع مدينة المساجد قال بأن محبة الرسول فرض على كل مسلم ومسلمة. محبته عليه الصلاة والسلام كما تعلمون هي فرض على كل أهل الله تبارك وتعالى، يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أما عمدة بلدية المساجد حث المسلمين على اتباع الحبيب عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله حتى يكونوا متحابين فيما بينهم. هذا ونشير إلى أن زاوية الشيخ أبو بكر جمعة تحتفل بميلاد المصطفى عليه الصلاة والسلام منذ 45 عاما. لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله، الله
احتفل مسلمو مدينة أمجرز حاضرة النادي الشرق كغيرهم من المسلمين في العالم بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. المناسبة شهدت حضورا كبيرا من قبل سكان المدينة. زكريا يحيى زكريا. أقروا علي صلاة النبي يمحو الخطايا صلاة النبي. في 12 من ربيع الأول تطل على المسلمين ذكرى عطيرة وهي ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث احتفل بذكرها المسلمون بمدينة أمجرس كبقية المسلمين في العالم. كلمة اللجنة المنظمة قدمها الشيخ عمر أبو بكر عبد الرحمن، شاكرا فيها كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذه المناسبة. رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع إيند الشرق الشيخ محمد فضل تناول في حديثه فضائل ومزايا المصطفى وأهمية الاحتفال بهذه التظاهرة. ففي مثل هذا الشهر، شهر ربيع الأول، أشرق النور وبزغ الفجر وولد خير البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الرحمة المهداة والنعمة المسداة. في كلمته ولولاية إيند الشرق الجنرال أحمد كرداي حسين هنأ فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والأمة الإسلامية بذكرى المولد، حاثا سكان إيند الشرق إلى زرع السلام والتآخي فيما بينهم. أهنئكم جميعا بذكرى ميلاد أشرف الخلق أخلاقه كريمة ومجالسته غنيمة ونيته سليمة، كل ما مر عليه الزمان زاده قيمة. أدعوكم بزرع المحبة والتعايش السلمي بينكم ونبذ التفرقة والفتن. كما كانت المناسبة فرصة لأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للحديث عن فضائله صلى الله عليه وسلم واتباع هذا النهج وتوريثه لأبنائهم. وفي نفس الإطار وتحت رعاية رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع ولاية سلا الشيخ أحمد بخاري، احتفلت مدينة قزبيضة بذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم بحضور المسؤولين الإداريين والشيوخ التقليديين بجانب سكان مدينة قزبيضة. محمد هارون أبو غريب. أفضل وبسط الله أمني إلى غيره ونعم سلاحي للعدو المكابر. بهذه المدائح النبوية التي تنضغ بها القلوب معبرة عن سيرته العطرة، مشنفة آذان المستمعين بأوتار المحبة والاقتداء بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. استدلالا بهذه الآية الكريمة، احتفل مجمع النهضة الإسلامية بمدينة قزبيدة احتفالا بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث استهل الحفل بآية من الذكر الحكيم وسط جمع لفيف من المحبين والمريدين، وفي مقدمتهم رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع ولاية سيلا وجلالة سلطان دار سيلا سعيد إبراهيم مصطفى، وابتهاجا بخير البرية عربة فضيلة الشريف جبريل موسى مؤسس تجمع النهضة الإسلامية بقزبيدة عن عظيم امتنانه بهذا اليوم الميمون الذي تفرح به الأمة وتتزكى به النفوس وتمكن المحبة والألفة والاقتداء بسيرته العطرة. المهدى هو حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والرحمة المرسلة لهذه الأمم هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر. كما تخللت المناسبة كلمات عدة، فمن بينها كلمة فضيلة الشيخ أحمد بخاري جدي رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع ولاية سلا الذي عدد في حديثه مناقبه صلى الله عليه وسلم، سائلا المولى عز وجل أن يعم البلاد السلام والأمن والاستقرار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يئم بلادنا بالأمن والسلام وأن يئم بلادنا بالاستقرار وفي هذه الولاية، ونسأل الله تبارك وتعالى لحكومتنا أن يوفقها لجلب الأمن في هذه البلد. وعليه نقول بأن القلوب إلى الحبيب تنجذب وتنضاه بالمدائح وتميل وترنو نحو آفاق الود والحنان بصاحب خير البرية. وفي سياق منفصل، نظمت أمس كنيسة الأدفنتيست مهرجانا للأطفال تحت عنوان رفاهية النور في عالم اليوم، كان ذلك بحضور عدد من القساوسة. المناسبة جرت بدار المرأة التشادية. أدم محمد شرف الدين. تا
تربية الجيل الناشئ وتقويم سلوكهم نحو الأفضل هو ما دفع أعضاء الكنيسة الأدفنتستية لإقامة مهرجان الأطفال في دورته الأولى بهدف تنشئتهم والوقوف بجانب الآباء في تربية الأطفال. ويأتي هذا المهرجان تحت عنوان رفاهية النور في عالم اليوم، وقد تخللت فعاليات المهرجان أركان نقاش تطرق من خلالها القساوسة إلى عدد من المواضيع التي تختص بتربية الأطفال. يال دوغدا واسينم دا من في بيت في إجليز دا نواسوم عديل كما واسينام عديل دا هم ميقو بانديدو لنشاري شنو دا ما ينفهم في اليوم بلدنا دورا يال العديلين يالا يخافوا يجعل كي ألا نكتب قدام قبل. الأطفال المشاركين في هذا المهرجان أتوا من مختلف دوائر عاصمة أنجمنا لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم وقدراتهم الذهنية. سينا فدا لين يجول الناس كبار ليوم كل يشلو درب الله وعلي سوشيال عديل ماي سوشيال حوان يعونو يراد في كلام الله يدعم لي سوشيال عديل ماي سوشيال حوان ما يلدغ ده indina partagina wai fi eglise ko o ma nas ko barana wai julina yadlina kan alla me ana yalduga kulula aidin fi eglise tawbe ci bagina. مديرة الأطفال بكنيسة الأدفنتستية مدام شانتالا هي الأخرى قالت إن الكنيسة هدفها إرشاد أتباعها إلى إبادة الرب وبث روح السلام والإخاء فيما بينهم، وأن الطفل يولد صفحة بيضاء يجب توجيهه بمساعدة الوالدين تجاه الأسس الاجتماعية الساعدة في المجتمع المسيحي على حد قولها. استأنفت مساء أمس بمملكة صبيان الموسيقية السهرات الغنائية بعد انقطاع دام 3 أشهر بسبب وفاة مؤسس المملكة الفنان الراحل سعيد كمان، وتعتبر هذه السهرة تأبينا للذكرى الراحل. عباس مصطفى. مضت 3 أشهر على إغلاق باب سبيان ميزيك، وها هم اليوم يستأنفون السهرة الغنائية على منصة رويوم سبيان ميزيك عبر وضع ملصقات الراحل سعيد كمان على جدران سبيان ميزيكا، وكذا رسم صور الفنان الراحل تقديرا وعرفانا ووفاء لما قدمه للساحة الفنية. من هذه المنصة يغني ويرقص ويرسل رسائله الموسيقية للمجتمع، واليوم افتقدته الساحة الفنية. ومواصلة لمشواره الفني الذي بدأه، فإن شباب مجموعة سبيان ميزيكا يرتدون هذه الثياب السوداء حزنا على فراقه وترحما ووفاء وتقديرا لجهود الفنان سيد كمان. اللجنة المنظمة وبحسب ماريلا قالت بأن إحياء هذه السحرة الغنائية تكون ترسيخا للراحل سيد كمان. أما رئيس مجموعة سبيان ميزيكا مالو محمد أكد على ضرورة التحمل وأن صورة الراحل باقية في أذهان ونفوس محبيه، كما أن سعيد كمان ترك فريق متكامل ويكون من خلاله رفع التحدي الموسيقي، ودعا أعضاء سبيان ميزيكا إلى تحمل المسؤولية والمضي في نفس النهج والطريقة الذي رسمه سعيد كمان بالرغم من التحديات والعوائق. الحاضرون في السهرة الغنائية فرحوا باستئناف النشاط الموسيقي لسبيان ميزيكا بالرغم من أن الراحل ترك وراءه فراغا كبيرا لأعضاء الفرقة بحسب تعبير الحضور حزنا له. معددين وساردين مناقب ومحاسن الراحل، مجموعة سبيان ميزيكا تم تأسيسها في العام 2003 وأنتج ما يقارب 3 ألبومات. بعد مناقشات مستفيضة دامت يوما كاملا اعتمدت رابطة أنجمنا لكرة القدم ميزانية العام الحالي 2019، وذلك خلال الدورة العادية التي عقدتها الرابطة أمس. وحول نتائج هذه الدورة فقد صرح السيد أحمد بين أحمد رئيس الرابطة بالحديث التالي في ميكروفون الزميل عباس بكر مصطفى. أنا نبور الشامبيونة في الثاني القرصة لشخيلة للشامبيونة هذا حاليا في النظام. أنا بدينا أنا كورة ما شاء الله استفقنا وجينا في الدات أنا 23 نلعب سيبر كوب. أنا نجمعنا عندنا فريق 2 مشهور ريبريزنتنا في خارج
اسكوت اليك سبور يلعبوا سبيركو ويوم 30 نوفمبر نلعبوا ان شاء الله دي مارس انا شامبيوننا في الجامعه جينا في برنامج انا ماليه شوف وفي بيجي مشينا في 54 نقصنا جينا في 40 وتيت فدار لنا 50 شغل 6 7 مليون نيكليبري بيجي جينا دونك هسه مال كولوبا نستافو نلمو نخدم نلقو نظام كويس ان شاء الله قال لك كل نبر يوم 30 للشامبيون الجامعي بدايه جينا هسه بدينا هسه مشكله جينا شنو الكلوبات ما عندهم فلوس الكلوبات كلها تعبانين ومش الاول ريسبونسابل انا دوله حجه يا ماده في الكوره خلي كوره لا يبدا وكوره يبدا ذات تعرف الفريق هسه دوغا الجايتين تشيت في يلعبوا في الليج دول بون توجور ليكيب ناسيونال ليكيب ناسيونال ما عنده جوير ليكيب ناسيونال برجع لي جويرات انا شامبيون انا الهلال يقوم قبل بيشيل جوير يديم ليكيب ناسيونال دونك كان نطلب من وزير وفيدراسيون ومينستير ولي كوست كل الناس اللي عندهم اهميه في كوره خليه يساعدوا للاكيبات انا نجمعنا يساعدوا للليج دول الليج يلقوا مويه لي بيرميتر يلعبوا شامبيون اللي كله يعرف كذا الناس اللاعبين عندهم شغل في دول الاكيب يمشي. وفي الصفحه السوداء توفي اليوم الرياضي اللاعب في المنتخب التشادي لكره الطائره علي عبد الله بمستشفى انجمين المركزي بعد مرض قصير. لعب في صفوف المنتخب الوطني لكره الطائره وقد قاد المنتخب الوطني لكره الطائره الى كاس الامم الافريقيه لكره الطائره واصبح فيها لاعبا مميزا وذلك في العام 2012 وايضا شارك مع المنتخب السعودي لكره الطائره في فعاليات كأس الأمم الإفريقية التي جرت بدولة مصر العربية في العام 2017 وتوفي اليوم إثر مرض قصير. إنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهدي الكرام كما ذكرت لكم في بداية هذه النشرة معي داخل الاستديو حسن أحمد جمعة الناطق الرسمي باسم منصة تشات. أولا مساء الخير أحمد حسن أحمد جمعة. مساء النور السيد علي عربي. ما هي أسباب تأسيس منصة تشات أولا؟ اسمحوا لي أولا أن أتقدم بالشكر الجزيل على أسرة التلفزيون التشادي وأخص بالذكر الشخصية الإعلامية المتمثلة في شخصية العربي على هذه الاستضافة، ومن ثم أشكر المشاهدي الفضائية التشادية سواء في الخارج أو الداخل. هذا السؤال وجيه جدا. هناك دوافع عدة جبرتنا بأن ننشئ تجمع شبابي اجتماعي غير سياسي. أن في الأيام الأخيرة ظهرت أو بلجت ظاهرة غير مرغوب فيها، هناك شباب في التواصل الاجتماعي يبثون وينشرون كلمات لا تليق بوطننا الحبيب، كلمات لا تصل إلى حد ما وصف تشات. فهؤلاء الشباب فكروا قالوا لما نكون مكتفي الأيدي هكذا، فتجمعوا في اجتماعات متكررة متتالية في أيام ماضية وأنشدوا ووافقوا على مسمى واحد وهو تشات أولا، منصة تشات أولا، منصة تشات أولا. المهام التي تقوم بها المنصة ما هي مهامكم بالتحديد؟ أولا مهامنا اجتماعي بحت غير سياسي، وعليه فإن التجمع يدعو إلى الإرث التشادي النبيل في وسط روح المحبة وحب الوطن والسلام باعتباره مشترك يجمع كل التشاديين، ونبذ أساليب التفكك والتمزق والتفرقة وعدم التفكير في الدعوة إلى عصبية والتي تحلب الهوية التشادية. المنصة تسمى بتشات أولا، لماذا اختيار هذا الاسم؟ تشات أولا. نعم نعم تشات أولا، نحن فكرنا في هذا الاسم تفكير عميق جدا لأن هي التي بها كنا في هذا العالم، وعبرها العالم كله وأجمع يعرفنا وتعلمنا فيها، فلذلك يعني قلنا نسمي بتشات أولا.
سيد حسن أحمد جمعة، ما هي الاستراتيجيات التي وضعتموها أو وضعتها المنصة من أجل تنفيذ كل البرامج والمهام المدرجة في جدول عملكم؟ لدينا خطة عمل وافقت عليها الجمعية العمومية، والاستراتيجية التي نقوم بها يعني بمساعدتكم الإعلامية، نحن نحبذ كون ترافقنا في هذا المجال إلى آخر لحظة. أول تندرج في رسخ كلمة الوطنية في عقول هؤلاء الشباب، ومن ثم قلت أننا نفكر دائما إلى يعني نبعد فكرة كون العصبية. يعني في السابق أمهاتنا وأجدادنا يعني يسمى الجيران، يعني يقول للجار أم الجارة، يعني لابد من الجار يتغذى من الجار وهكذا. لا نعرف كلمة فلان له قبيلة كذا وله يعني ينتمي إلى انتماء كذا. أما في الآونة الأخيرة زحرت هناك أشياء ليس لها أساس من الصحة، فلذلك نريد أن نبعد هذه الأشياء من عقول هؤلاء الشباب. بالتأكيد لديكم برامج كثيرة وحافلة، فهل لديكم الإمكانيات من أجل تنفيذ هذه البرامج؟ أنا أقول بكل صراحة عزيمتنا هي إمكانيتنا، لدينا العزيمة ولابد منا أن نحقق أهدافنا مهما كان. إمكانيتنا البسيطة تستطيع أن تؤهلنا إلى شنو؟ تحقيق أهدافنا. ذكرت آنفا أنه بعض أبناء البلاد يقومون بهجمات ضد البلاد عبر شبكات التواصل الاجتماعي، هل لديكم نقطة خاصة بهذه الشريحة؟ نعم، لدينا نقطة خاصة، هؤلاء الشباب يقصدون إثارة الغلاكل والتفكير في الإثارة والتشويه والقيام بالتشنيع والمهاجمة على سيادة الدولة ومؤسساتها، وكذلك تحريض المواطنين نحو الأسوأ. فنحن لدينا استراتيجية واضحة، نريد أن ننقل رسالة واضحة على هؤلاء الناس، جاد لا تستحق هذا، جاد بعيدة كل البعد عن كل هذا. بالنسبة للمقر الاجتماعي للمنصة، طبعا بالتأكيد في العاصمة إنجمينة، هل لديكم برامج لتغطية كافة الولايات؟ نعم، في خطتنا السنوية نحن لدينا برامج أن نغطي كل الولايات. نعم. 23 ولاية نصلها إن شاء الله. عن طريق المناديب أو الممثلين أو تقومون بحملات يعني من إنجمينة إلى؟ نقوم بحملات وأيضا نرسخ خلايا في تلك المناطق. سيد حسن أحمد جمعة، بالنسبة للجادين خاصة في الخارج، هل لديكم رسالة توجهونها لهذه الشريحة؟ يعني من هذا المنبر أدعو كل جادي من خلال هذا المنبر أن يتمهل ويفكر ويقدر بروح وطنية التي يملكها وبأصالة جادية التي هو سيدها. ندعو للعودة إلى البصيرة وإلى تحكيم الأقل حتى نتناصح ونتغافر فيما بيننا لكي ننحط بهذا البلاد إلى بر الأمان. الوقت يداهمنا، هل لديك كلمة أخيرة سيد حسن أحمد جمعة ناطق الرسمي باسم منصة جات؟ أولا كلمة أخيرة. كلمة أخيرة، أوصي نفسي وأوصي الإخوة الذين يتمارثون والذين يتظاهرون بهذه الظاهرة أن يتخلوا من هذه الظاهرة. جات لا تستحق ذلك، جاد بلد العلماء، جاد بلد الفقهاء، جاد هي لا تستحق ذلك. فلذلك أنصح إخواني في الخارج أو الداخل أن يتخلوا من هذه الظاهرة ونتفاكر ونتغافر. فعلا نختلف سياسيا ولكن لا نختلف جوهريا، جاد بلدنا جميعا. هذه هي رسالتي. نشكر السيد حسن أحمد جمعة الناطق الرسمي باسم منصة جاد. أولا هكذا مشاهدي الكرام انتهت الأخبار، ونشكركم على المتابعة. إلى اللقاء.